كلها كانت بتشكر فيه، وانا واحد من الناس اتكلمت عنه امبارح قبل المباراه وقلت ان ايريك تنهج برحيل كريستيانو رونالدو الراجل عامل اداء محترم جدا، قدر يحافظ على توازن الفرقه، قدر يحافظ على الانضباط داخل الفرقه، وقدر يحصد بطوله كاس الرابطه حقيقي، كاس رابطه الانديه الانجليزيه المحترفه، قدر ياخد البطوله دي ماشي كويس في الدوري بس الاوروبي. اللقطه دي بقى يا احمد، ولكن هو انا بحس ان دايما اللي بيخرج عن التركيز من الفريق وبيتطرق لحاجات تاني هو ده اللي بيخسر. بس هو كان باين من وقت فوزه بالكاس بقى في المؤتمر الصحفي، لما نسي، كان في لقطه كده ظريفه لما نسي الكاس وخرج، فلما قال للصحفيين خلوه هنكسب غيره، كان في شعور ما ان راجل وصل يعني خلاص قوه الانتصارات يعني، مع ان برضه ده كاس الرابطه بالظبط. كاس الرابطه يا عم الحاج صح فل يعني. خلي بالك هو بيشبهوه ببوحه، شبه الفنان طبعا الجميل محمد سعد، قال له يعني ايه ده انت رحت فين يا عم الحاج؟ ايوه ده يعني انت ما كنتش موجود. مش كده خالص يعني فعلا. كمان للاسف في تاريخ مانشستر يونايتد كان في رقم، ليفربول كسر رقم كان مسجل باسمه في تاريخ ماتشات ليفربول ومانشستر يونايتد، ان هم كسروا، كان اكبر هزيمه في الديربي 4-0 تقريبا؟ لا كانت لليفربول بنتيجه 7-1 سنه 1895 في دوري الدرجه الثانيه الانجليزي. يا نهار ابيض، تشامبيونشيب بقى بالظبط. فانا انا 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 كسرت الرقم ده النهارده بان انا قدرت ان انا اكسبك 7-0، وبقت اكبر هزيمه في تاريخ ليفربول في تاريخ مانشستر يونايتد اسف في الديربي. فيعني برضو انت الغرور الزائد عن حده تسبب ان في رقم سلبي عمره ما هيتمحي، يعني دي حاجه يعني ما اعتقدش ان هي هتتكرر يعني في على الاقل في ال20 سنه اللي جايه تاني، يعني برضو حاجه رقم سلبي هيكون موجود ويضاف في سجله التدريبي، زيه زي لما بنقول ان الراجل عمل نجاحات كبيره جدا مع مانشستر يونايتد في الفتره اللي فاتت في فتره قصيره، وقدر يطلع بالفرقه ومع رحيل كريستيانو رونالدو راجل قدر يتحكم في اوضه اللبس اكتر، بقى عنده قادر يفرض نظام اللعب بتاعه واسلوب اللعب بتاعه، شخصيته على الفرقه ظهرت بشكل اكبر، بس برضو يعني الغرور المبالغ فيه قدر ان هو يرجعه لنقطه الصفر تاني. كمان عايزين نتطرق للارقام اللي عملها صلاح. هو مش مجرد انه وصل ل 129 هدف فقط وتخطى فاولر، لا في عدد المباريات كمان. يعني محمد صلاح في عدد مباريات اقل قدر بكتير يتخطى الرقم ده. يمكن كان محمد صلاح لعب 205 مباراه واحرز 129 هدف، وروبي فاولر لعب 266 مباراه احرز 128. طبعا ده يعني رقم اسطوري لمحمد صلاح اللي مستمر في تكسير الارقام القياسيه واحد تلو الاخر، يعني الراجل يعني مش سايب رقم في ليفربول غير لما بيكسره، وبيتربع حاليا على عرش هدافين ليفربول في الدوري الانجليزي ممتاز،